Test, test. Un sauro. فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تكون على ولاية معسكر. المحطة الأولى اللي راح نمشوها إن شاء الله هي متحف المجاهد. بليش في المتحف إذا يخلوك تصور نورمال والله ما يخلوك. المهم إحنا نشوفه إذا قدرت تصور نصور، إذا ما قدرش نقسم المحطة الثانية. عاد رانا نقول بسم الله خاف. صور في الرومبوز، قال لي واحد بوليسي شو تصور شو تصور. قطعت مشيت له. قال لي شو تصور ثاني صور في الرومبوز. قال لي بالك صورتني. وريته الفيديو. يعني بدأ قال لي صحة هو قام مش باين. قلت له انا مسحها. قال لي هذه دار الوالي. قلت له يوم بعد دار الوالي. قلت له زين صورت رومبو خاطي دار الوالي. قلت له بحال صرا لي مشاكل ولا شي عفس. قال لي والو نحيها ساعه في نحيها. قلت له والو ما نحيها خليتها. خليتها خاطر شكون جات حاجه تستاهل اني نمسحها نمسحها قاع بلا ما يقول لي. كاين واحد الحاجه خاوة ملاحظه تعجبني هنا في معسكر واللي هي النظافه ما شاء الله. تحيه موجهه للعمال في هذا المجال والله راهم يتعبوا بزاف. كنت تمشى هكا في الطريق شفتو الطريق نقية تشوف هكا عينك ترتاح كاع. مقاورة نلقى المتحف الشهيد متحف المجاهد. قال لي لازم لك ندير لك الباطلات. قال لي اذا عندك كارطة تاع كورونا. لا ما عنديش تاع الباكس. اي سما عندي هذوما الدولة قال لهم بلي لازم باش يدخلوا الناس يديروا الباكس. كيما كنت نقول لكم بلي المتحف دولة عفسة اللي لازم ليش تدخل الا عندك الكارطة تاع الباكس. تسمى الناس ديجا ما يجوش من المتاحف كيما هكا زيد دير لها الباكس يرجع يدخل. هذه قدامي هي قائمة شهداء الثورة التحريرية من 1954 إلى 1962. هذا المتحف أول مرة نجيه والله وعجبني لاباك. كي درت اكتشفت جيت فيت هكا في البيس دائما نكتشف الناس ولا كيما فيت في البيس شتة قلت الله نرجع له. كي رجعت لها عجبني من الداخل يستحق الزيارة.
المحطة الجاية إن شاء الله راح تكون دار الأمير عبد القادر. دار القيادة تاع أمير عبد القادر عم بلع اليوم مرة واحدة أخرى إن شاء الله نرجعوا لها. هذه هي من برا، قلت ليها ديجا مرة شفتها من الداخل كاين هاك عليش نرجع لها مرة واحدة أخرى إن شاء الله. تحط لواحد الحي حسها غير فيه بلاصة خاوة فيها البنية القديمة. هوا مرحبا بكم في نهار جديد. النص تاع الفيديو تصور في 26 جونفي واليوم رانا 13 فيفري وان شاء الله نكمل النص الزاوج. المرة اللي فاتت حبسنا عند دار العيادة تاع الأمير عبد القادر ما قدرناش نصوروا لقيناها مبلع. اليوم ان شاء الله رانا شاقين ان شاء الله نلقاوش مبلع. هاو باد نيوز، اخبار سيئة. برك كي مشيت تاع دار القيادة امير عبد القادر ودخلت قال لي راني جاي نصور منه، قال لي ممنوع التصوير. مشكلة المرة اللي فاتت جيت صورت نورمال درت واحد ستوريات، قلت انا ان شاء الله نسيي نرجع مرة واحدة اخرى اذا قدرت نصور راني نصور مرجع قبل ما نقول لهم باللي راني جاي نصور صور ديلا. اذا ما قدرت نصور فوت لكم تاع ستوريات باش تشوفوا برك كي دايره. صافي المشكلة ماهيش فيا، عافيكم ما نقولش في الانستغرام، تدخل الانستغرام تشوف دار الامير عبد القادر قبل ما تجي في اليوتيوب. كاع البلاصه اللي راني رايح لها درك جايه شويه بعيده تما تقريبا في الخارجه تاع البلاد. عندي ما تمشيت الوثائقي تراقبوا ان شاء الله. اليوم راهم جايين وحدين مش عارف شكون،
سقسيتهم قالوا لي راه عندنا زياره رسميه وما رسميه دوك راهم يخليهم يصوروا. المره اللي فاتت نلعبوا هاري ممنوع التصوير صوروا اخويا خلينا نديروا المحتوى يا حبيبي اللي في العائله مالا قبلناش في الطريق. صار بزاف بصح هذا كبير مانيش عارف اذا هذه كيما هكا ملي تبنى خلينا نهضروا صاحبي مانيش عارف اذا ملي تبنات والباب هكا كسر والله مرمينها كيما كنتو تشوفوا السقف طالع بزاف بصح بيبان لازم تهبط نخرجوا لتحت شوفوا الساحة تاع هاد الدار أول شيء الزيارة الرسمية قال لي ممكن هو هذه البلاصة اللي راني فيها دروك تاع ساحة البيت تاع ساحة الدار الأمير عبد القادر راني شايف بلي محكمة أنا مش عارف إحنا مهم صدامنا مع هذيك الجماعة الزيارة الرسمية غتكون شي وحدك بين بلي ما حلوها على شان غير سقنا معاهم مهم صور بون كاينة هاد العفسة جاية برا كيما تاع كيف هاكي تاع الدار هادي جاية في المحكمة هذيك في الدار باش نبهو لبعض المهم خاوة هذه هي الغابة ولا الحديقة ولا ما نعرف واش نصنفوها تدخل تشري تيكي ب 2000 وتجيبها للسيد اللي عند الباب ومن بعدها راها ليك البلاصة نجم تجي تا ولا فامي نجم تجي تا وصحابك حاجة مليحة بلاصة مليحة كيما دوك راني قبضت بلاصة خاوية باش نريح نهضر معاكم اليز هذه مش أول مرة راني نجي هذه الحديقة هذه المرة الزوجة وعجبتني في الحق والله تجي تريح هنا تكالمي روحك يا خويا يا خويا حاجة هذه البلاصة شوية بعيدة إذا كنت وصحابك نورمال تنجم تمشى إذا كنت ولا فامي ماشي كيش تقو تمشوا تجوفوا الوطو والله الله يسهل نورمال هذا هو الفلوق تاعنا تاع معسكر هذا اللي قدرت تصوره مانيش عارف بلايص واحد اخرين مازال مانيش دايرها مليح مليح اي ما تنسوش تبعونا في مواقع التواصل انستغرام فيسبوك يوتيوب ديروا هنا ابوني بارطاجونا لا فيديو بس ما تصراكمش كيما هذه المره خاطر كاين واحد الصوالح نديرهم في الانستغرام نديرهم في اليوتيوب وراكم تعرفوا الامورات المهم ولايه تاع معسكر هي ولايه تستحق الزياره انا في الحق عجبتني فيها الناس زينين ولاية نقية حتى كاين واحد الأماكن سياحية كيما هذيك وتاريخية تنجم تجي على جالهم تشوفها هذا مكة كاينة ثاني في سعيد أنا مامو كاينة غابة كيما هاكا مشيت ليها خطرة ليها ونتلاقوا إن شاء الله في وجهة واحدة أخرى السلام عليكم عمي دروك وش يرجعني يا حوتي ستوب وصايح شلاك ستوب